بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. مشاهدينا في باقة أفكار، أهلا وسهلا بيكم. ازيكم؟ عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنتكلم شوية عن النباتات والمملكة النباتية. كل مزارع لما بيزرع أي نبات مخصوص عن قصد بيسميه نبات اقتصادي وبيطلق عليه كلمة محصول. لكن لما أي نبات ينمو في نفس قطعة الأرض مع المحصول الاقتصادي الخاص به بيقول عليه نبات غريب، وبيطلق عليه مباشرة كلمة نبات حشائش، نبات حشائش. لكن ما فيش نبات ربنا خلقه بدون فايدة. طبعا هو بيقول عليه حشائش لأنه بينافس المحصول الرئيسي اللي هو زرعه على عوامل النمو، سواء في التربة بيمتص منه الغذاء وينافسه بشدة، أو فوق الأرض على المية وعلى الضوء. طيب كل نبات ربنا زي ما قلنا خلقه ليه فايدة، فتعالوا نتعرف على نباتات الحشائش نبات نبات، ونشوف كل واحد ما له وما عليه، إيه الفوائد اللي ممكن تعود منه علينا، طالما إن ربنا زي ما بنقول خلق لكل نبات فايدة، فنتجنب الضرر بالتعرف عليه ونستفيد من فوائده ونعظمها وندل عليها كل الناس والدال على الخير كفاعله. يلا بينا نبدأ مع بعض. لكل لاعب رياضي يرتدي الحذاء لفترات طويلة، لكل عامل بيلبس الكزلك المصنوع من البلاستيك أو مشتقات البترول لفترات طويلة، الاثنين بيعانوا من رائحة كريهة في القدم بسبب الفطريات الموجودة من الرطوبة وارتفاع درجة الحرارة لفترة طويلة للقدم أثناء وجودها في الحذاء. النهاردة النبات بتاعنا ده هو اللي هيعالج لك كل المشكلة دي في منتهى البساطة. يا ترى النبات ده اسمه ايه؟ نباتنا النهاردة هو نبات الزربيح اللي احنا شايفينه ده. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك، وتعالى نتعرف على فوائد النبات واسم النبات مين هو. الموطن الاصلي نبات الزربيح هو امريكا الوسطى، امريكا الجنوبية، حوض البحر الابيض المتوسط، وبينتشر في جميع الاراضي المصرية على انواعها المختلفة، سواء رملية او جيرية او حمضية او طينية ثقيلة. ده شكل النبات. النبات بيتبع عائلة الشينوبيدياسي، فيه منه أنواع كتيرة جدا بتتبع جنس الشينوبيديوم، منها ده الشينوبيديوم ألبم، وفيه كمان الشينوبيديوم مورال. النبات بيعامل في بعض الدول على أنه غذاء، تؤكل أوراقه الخضراء وأوراقه الصغيرة والبراعم والبذور بعد الطهي مع الفاصوليا أو السبانخ، لكن إحنا في بلادنا غير مقبول وغير معروف كاستهلاك. النبات ليه أسماء شائعة كتيرة جدا أو أسماء دارجة، بيسمى الرمرام، الغبرة، المنتنة أو المنتنة أو المنتنة، وكلها بتعني ذو الرائحة الكريهة. وله كمان اسم رجل الأوز لأن الورقة بتشبه شكل الوزة في الشينوبوديوم مورال، وهنشوف ده مع بعض. وكمان بيسمى ركب الجمل. وأغرب الأسماء اللي بتسمى عليه لرائحته الكريهة الفسوة أو فساء الكلاب. النبات طوله بيوصل حوالي من 30 ل 90 سنتيمتر، أزهاره خضراء، تفتحها بيكون من أسفل لأعلى، بتطلع في قمة النبات زي ما احنا شايفين كده، وفي آباط الأوراق أو في إبط كل ورقة بنلاقي عدد من الأزهار اللي بتتحول إلى ثمار. الثمرة لونها أخضر أو محمر قليلا، وكل ثمرة فيها بذرة واحدة لونها أسود أو بني. قطرها بيوصل كده من 1 ل 2 مليمتر. النوع اللي احنا شايفينه ده النهاردة هو الشينوبوديوم ألبم. تعالوا كمان نشوف النوع الثاني الشينوبوديوم مورال، ونشوف الفرق بينهم في شكل الورقة.
ده الصنف النوع الثاني من الشينوبوديوم او السربيح، اللي ورقته عريضه بنقول عليها رجل الاوز اهي. ده شكل الورقه، عريضه مسننه مثلثه الشكل اهي. يهمني جدا انكم تتعرفوا على شكل النبات، وخاصة اهي البذور اهي متشابهة، والثمار مع النوع الثاني اللي هو الشينوبوديوم البم. يهمني جدا انكم تعرفوا شكل النبات عشان ما تخلطوش بينه وبين نبات ثاني لما تيجوا تستخدموه كنبات طبي، زي ما قلنا ان احنا بنستخدم الشاي بتاعه او المغلي منه لمعالجة الفطريات اللي في القدمين لكل قدم رياضي. دي ورقة الشينوبوديوم مورر اللي هي بتشبه ورقة الأوز. شايفين طبعا السطح السفلي للورقة شكله بيبقى مبيض أو مغبر، دقيقي الشكل، عشان كده أحيانا يسمى الغبر. لكن النبات في جميع حالاته سواء الشينوبوديوم مورال او الشينوبوديوم البم مفيد وليه نفس الخصائص الطبية والعلاجية واحتوائهم على مادة السابونين اللي احنا بتخلينا نتجنب استخدامه كتير ونستخدمه باعتدال. شايفين هنا نبات اهو مسن، بدأت تظهر فيه صبغات لونها احمر على الساق. نبات كبير الحجم، التفرعات فيه ظاهرة جدا، كمية الثمار والأزهار اللي هو مكونها كبيرة، وقلنا هو ده أحد أسباب انتشاره وحبه للبقاء من أرض لأرض، من منطقة لمنطقة. لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعالى نعرف النبات أكتر وأكتر. بيزرع النبات في وسط جبال الهيمالايا كمحصول غذائي، بيستهلكوا منه الأوراق والبذور والبراعم الصغيرة، بتطهى مع السبانخ أو تحمص البذور وتغلق وتستخدم في صناعة أكلة أو وجبة مشهورة هناك باسم العصيدة. طبعا زي ما قلت هو غني بالأوكسالات والنيترات، ومادة الصابونين اللي فيه دي مادة سامة، لكن الطهي بيقلل من سميتها. هما كمان بياكلوا الاوراق في السلطات، يعني بياخدوا اجزاء من الورق صغيره كده وبيستخدموها في السلطات. من العناصر الغذائيه اللي بيحتويها اوراق النبات ميثايل السلسليك، البيتا كاروتين، الفيتامين ب2، فيتامين ج، وبيحتوي كمان على نسبه من الحديد والكالسيوم. لكن الاهم من كل دول ان هو بيحتوي على ماده السابونين وبيحتوي على النيترات بكميات كبيره. طيب لعلاج القدم الرياضي احنا بنستخدم النبات ازاي؟ بنستخدم الورق في صوره مغلي كالشاي، ونحطه موضعيا بين الاصابع والقدم من فتره لفتره على فترات مختلفة يوم بعد يوم لغاية ما تخف الفطريات المسببة للرائحة الكريهة. لكن هو له فايدة تانية كبيرة جدا، ان هو طارد للديدان والفطريات. الاهم من ده كله ان هو بيستخدم في تطهير والتئام الجروح، وخاصة التهابات البصرات التي تظهر على الشفايف او حوالين الفم من الخارج. النبات قوي جدا في مقاومة الديدان والطفيليات، وخاصة عند الأطفال اللي بيتكرر إصابتهم بيها. يمكن ده راجع لعدم النظافة والاهتمام والتخلص منها أول بأول، أو أخذ الجرعات الدوائية. لكن عندنا الزربيح هنا لو احنا عملناه مغلي كالشاي مرة إلى مرتين في الأسبوع مع قليل من الغلي، ده ممكن يؤدي إلى قتل الديدان والتخلص منها نهائيا. لكن بنصح دايما الاتصال بمتخصص أكثر للتعرف على أضراره وفوائده وإزاي نستخدمه. لو تعرضت في يوم من الأيام للدغة عقرب أو لدغة ثعبان، أفضل حل وأسرع علاج ليك هو محلول نبات الزربيح أو عصير نبات الزربيح، إنك أنت بتعمل له عصر او غلي وتاخد المية بتاعته دي او العصير وتعالج بيها اللدغة، بتخف بشكل سريع جدا.
لو ما عملتش لايك للفيديو اعمل لايك وتعال نكمل مع بعض. طيب نستخدم الزروبيح في ايه تاني؟ نستخدمه في غسل الامراض الجلدية اللي بتيجي في فروة الرأس اللي بتسمى القوباء، دي احسن حاجة ليها هو الزروبيح، لانه بيقتل الفطريات المسببة ليها وبيمنع تزايدها وانتشارها في الرأس. طيب ايه هي موانع استعمال الزروبيح ومين اللي ما يستعملهوش؟ اللي ما يستعملهوش طبعا الاطفال الرضع، السيدات الحوامل، او السيدة المرضعة، لانه زي ما قلنا مادة السابونين اللي فيه قد تؤدي زيادتها الى الاحساس بالغثيان والترجيع والدوخة، فبلاش نستخدمه في الثلاث حالات دول. شايفين هنا النبات طالع بكميات كبيرة جدا، انا كمزارع لو هقاوم النبات ده المفروض اقاومه هو في مرحلة صغيرة قبل تكوين الثمار والتزهير والبذور، لان ده معناه هيبقى رصيد الارض للسنة اللي بعدها هيزيد بكميات كبيرة جدا من الحشائش، وهيصعب مقاومة الزربيح لو انا تركته على الحالة دي بدون مقاومة. لو العدد قليل انا هعمل له نقاوة يدوية في مرحلة صغيرة من العمر، لو العدد كبير والمساحة كبيرة جدا بفضل ان انا استخدم احد مبيدات الحشائش. احد طرق مقاومة الحشائش هو النقاوة اليدوية. مشاهدينا في باقة افكار، كنا معاكم النهاردة وحديثنا كان عن نبات الزربيح اللي الناس بتعامله دايما على انه نبات حشائش لانه منافس قوي لاي محصول بينبت معاه ويشاركه في الارض على عناصر النمو زي ما قلنا المية والغذاء والضوء، انما هو قلنا ليه نباتات طبية عديدة ياريت تعرفوها، ويهمني جدا انكم تفرقوا بين النبات والنباتات التانية عشان لما تستخدموه تستخدموه صح. إذا عجبكم الفيديو ما تنسوناش بلايك سبسكرايب لقناة باقة أفكار، وإلى لقاء مع نبات جديد من نباتات الحشائش أو نقول عليها النباتات الطبية المخفية في سرها وفي فوائدها وأضرارها. إلى لقاء. دكتورة رؤية.